السيدات والسادة، مرحبا بكم في دبي أوبرا. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai Opera. مين فينا ما سمع هذا الصوت بدبي أوبرا أو عبر منصات التواصل وأثناء الطيران وغيرها؟ كتير منا تساءل مين صاحب هذا الصوت؟ أحمد حفار شاب لبناني صاحب صوت مميز جداً، عنده القدرة على التنويع والتلوين بصوته، وهي موهبة ولد معها وطورها. ومش بس بالصوت، أحمد مؤلف موسيقي اشتغل على الهوية الصوتية لكتير من البراندات محلياً وإقليمياً. Spawns within our help center by choosing my support request. وبما أني موجودة بالاستوديو وقبل ما نمشي قطعت أحمد وطلبت منه أعمل هاي التجربة الصوتية. بدنا نعمل هلأ أنا وياك، تعطيني هيك درس على السريع. إذا أنا بدي سجل جملة معينة، وين لازم ركز؟ على هون على هون على هون. شو رأيك نختار شي جملة نعمل بسوي؟ أول شي برافو عليك أنك عرفتي أنه فيك تستعملي بعض النبرات، مش بس نبرة واحدة، وهذا الشي اللي أنا بيميزني فيك تقولي بهذا السوق، أنه بستعمل كتير نبرات معينة لنقدر نساعد كلاينت بطريقة معينة. الأساس أنا برجيكي. أوكي. Alright. مش بس كأحساس، يعني فيك تقولي ولدينا أيضا مع حب أكتر، عرفتي كيف؟ ولدينا أيضا مختبر يقوم بعمل جميع الفحوصات على مدار 24 ساعة. أوكي عيدية مرة عطيني هيك واحدة لفوق شوي. ولدينا أيضا حس حالي عم عيط. معلش ما هي بدك تهينيها شوي. ولدينا أيضا مختبر يقوم. ولدينا أيضا مختبر يقوم بعد ضحكة صغيرة. ولدينا أيضا مختبر يقوم بعمل جميع الفحوصات. هلأ نزلي بس بنفس النبرة، بس نزلي الانرجي بس خلي نفس النبرة. ولدينا أيضا مختبر يقوم بعمل جميع الفحوصات على مدار 24 ساعة. نفس زيت عالية نقطة صغيرة. ولدينا أيضا مختبر يقوم بعمل جميع الفحوصات على مدار 24 ساعة. 100%. تمام؟ فهمتي الفكرة؟ تمام. فيني هلا اشتغل معكم بالتسجيل الصوتي؟ لو سهلة. هلا بنحكي. احمد ثانك يو. كرم عينك. انا ابغى ارحب باحمد. احمد اهلا وسهلا فيك. مرحبا يا ساره، ميرسي كثير انك استضفتيني اليوم، انا كثير فخور. لا انت منورنا واحنا فخورين فيك. واحب اقول لك انه يمكن في كثير ناس تحسب التسجيل الصوت هو بس انه يلا جيب مايك واسجل صوت وخلاص، لكن هي فعلا موهبه، وموهبه صعبه ولازم يبغى لها تمرين ودراسه. لكن نعم. انت طورت نفسك بنفسك من غير دراسه. انا طورت نفسي لانه كان عندي كثير عالم عم سجلها بالزمانات، وكنت عم بشتغل على حالي اني كبر البيسكلي. كنت عم بعطي كثير باكجز انا كفريلانسر، فكنت عم جرب ساعد الكلاينتس قد ما فيني، وقول لهم اذا شيء بيقعد بوقت معين. فمن خلال ذلك انا كنت عم سجل كثير عالم وبلشت القطها شوي منهم. وفي عالم انا كثير بحبها مثل رانيا ابي نادر، معروفه كثير كمان بصوتها، نسيم رمضان اللي بيعمل طيران الامارات على الطياره بالعربي، وعندك الي اسكندر اللي بيعمل اكثر من 50-60 براند. هول صحباتي اللي شافوا لي أنا قادر عليه وكانوا يعطوني رأيهم بشو أنا لازم أعمل. بس الفكرة أني أطلع بكذا نبرة وروح عند الكلاينتس وإقنعهم أنه هيدا الصوت بيزبط لكامبين معين أو لدعاية معينة أو لأنونسمنت معينة ليستعملوا لسنين لقدام، وكمان ساعدهم ماليا، لأني أنا مش كشخص، أنا كمايند لوب ستوديوز اللي هي ستوديو. فانا فتحت استوديو كمان. يعني انت الموهبه اكتشفتها عمرك 8 سنوات؟ 8 سنوات كان الموسيقى. اوكي، وبعدين طورت حالك وبعدين صرت تسجل صوت، ودحين صار عندك شركه اللي اسمها مايند لوب. مايند لوب ستوديو. بعدين حسالك على الاسم، بس خلينا في اسئله اهم. 100%. خلينا نتكلم على فكره الهويه الصوتيه. نعم، الهوية الصوتية هي عبارة عن فيها كذا شغلة. عندك الهوية الصوتية للصوت وعندك الهوية الصوتية للموسيقى. أوكي. الهوية الصوتية للموسيقى هي عبارة عن الملودي اللي بتكون 3-4 ثواني، اللي هي بتستنتج كل الاموشنز او كل الهيستوري تبع الشركة بطريقة مميزة، بتعطي المسج تبعيتها. اديني مثال الصوتية. طيب عشان اعرف. سويتش تي في باي اتصالات اللي انتم سامعينها. نعم. اوكي، فهيدي هي نغمة الصوت. نعم، هي في اوقات فيها يكون صوت، اوقات فيها ما يكون في صوت، عرفتي كيف؟ تمام. في عندك مثلا مثل تبعيد دو اللي عاملينها بي كي بي ستوديوز بالزمانات، هيدي كثير انشهرت بقلبها صوت بس كمان بقلبها ميلودي، عرفتي كيف؟ فحسب كل شركه. اديني مثال ثاني تبع عجبني. عندك مثلا فور هيومانيتي تبع الفاكسين. أوكي. يلي كان هيديك السنه تبع فور هيومانيتي اللي بتجي مع ميلودي تارارا تارارا. حتى حقون الفاكسين اخذوك احمد. طب والله كويس لك. طب بالنسبه للصوت؟ بالنسبه للصوت كل شركه
هي بدها تعطي مسج برا. الفويس اوفرز هن عباره عن عالم في كثير منهم وبياخذوا العقل بيستعملوا صوتهم بالتمثيل او بنبرتهم الاساسيه ليقدروا يبعثوا هالمسج وبيعملوا ميات وميات الدعايات. اوكي هيدا الفويس اوفر. انا عم بخترع شيء او عم بشتغل على شيء اسمه براند فويس اللي هو الهويه الصوتيه بالصوت اللي هو بيسكلي انا شو بعمل بخترع نبره معينه حسب شو هالكامبين بحاجة لألو أو حسب شو الكلاينت مطلب. كيف تخترع نبرة معينة؟ هو صوت واحد يعني صوتك يعني مثلاً إذا ما هو شو في الفرق. أوكي. This is an American town that puts you front. عرفتي فهي بتقول النبرة لفوق. أوكي. بعدين فينا نحط النبرة لهون أو بالنص. أوكي. فأنا بقول This is all the way up. This is up in the middle and this is in the middle. Like what's in the middle? What's in the middle is my tone. Okay. This tone is in the middle and this tone is up. So that like the way you go through الطريقة اللي بنحكي فيها فحسب كيف النبرة بتمشي فيها. بعدين إذا بنزل لتحت هيدا الصوت غير كليا. فهيدا شو له علاقة بصوتي الطبيعي؟ والله ما أعرف. طب بس قول لنا شيء مرعب. اليوم نقول لكم أين المال للسيارة؟ أوه لم تدفعونا الهازي. والله دفعت. بس هي بتفزع ثلاث أرباع العالم. طب أحمد قبل ما نخلص بس الحلقة قلت لي على مدرسة أنت حتبدأها. مزبوط أنا غير مايند لوب ستوديوز اللي هو أوديو برودكشن هاوس معروف والعالم فيه يلاقوني على إنستغرام ويقروا عنه من خلال ماي أكاونت وإلى آخره أحمد حفار أوفيشال وإلى آخره. أنا عندي فكرة عامة عم جرب أنتجها وعم بخترعها بقلب سوق الإمارات وإن شاء الله سوق الشرق الأوسط. اللي هو أنا مدرسة؟ مدرسة بتعلم الإكسبيرينس حق الصوت. حق الصوت والموسيقى والأوديو والفيديو والتصوير. يعني عندي أمل. عندك شكراً أمل. شكراً أحمد يعطيك ألف عافية. شكراً على وجودك معنا.